شنو يمكن لك تقولي لنا على ذكرى 20 واش؟ عشرين غشت اللي تنخلدوا فيها الذكرى ديال ثورة الملك والشعب، اللي هي الذكرى المجيدة اللي تتكون فيها اللي عرفت مجموعة من الأحداث التاريخية اللي غنتعرفوا عليها هنا من خلال هذه الصور هذه اللي ديال الفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير. لكل صورة حكاية. هنا تعالت أصوات الحرية. هنا مستعمر غاشم يقمع ويحاصر، وهنا دماء قدمت قربانا في قداس الوطن، وهنا كانت الشرارة. 20 غشت عام 1953. السلطات الاستعمارية الفرنسية تقدم على نفي أبي الأمة ورمز وحدتها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، انتقاما من مواقفه وتقاربه مع الحركة الوطنية، تقارب أزعج المقيم العام الجديد آنذاك غيوم والسلطات الفرنسية التي باتت تخشى على وجودها في البلاد. السلطات ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية سعات باش تنفي جلالة المغفور الله محمد الخامس لتفصم العلاقة القوية والعرى الوثيقة بينه وبين شعبه وفي طليعته الحركة الوطنية. آنذاك استشعر الوطنيون وأوسع فئات الشعب المغربي الخطر المحدق. الصور الحدث لم تبح بعد بكل أسرارها، فما إن عم نبأ نفي أبي الأمة إلى كورسيكا ومنها إلى مدغشقر حتى انتفض الشعب. ثار، تظاهر، قاوم وأعلنها أمام العالم أجمع، لا للمساس برمز وحدتنا وسيادتنا. شكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت عمليات المقاومة عبر ربوع الوطن. اجتمعنا نحن طلبة مدارس محمد الخامس ومولاي يوسف، واتفقنا بالإجماع على اتباع الطريقة التي سلكها محمد الخامس بالتضحية والفداء. كنا كنمشيو كنحاربو دوك، كنخرجو من الجامع وكنحاربو دوك الخشب ديال التليفون، الخشب ديال التليفون ديال السكة، كنشدو داك البرومي الحجر وكنحزمو على داك الخشبة وكنشعلو فيها العافية وتنمشيو تنهربو للجامع. ظهرت مجموعة من الخلايا السرية قامت بكثير من العمليات الفدائية، وقد اشتهر من في صفوفها عدة مقاومين ومن بينهم محمد الزرقطوني ثم علا عبد الله. الرباط، 11 شتنبر 1953. الشهيد علال بن عبد الله يستهدف صنيعة الاستعمار بن عرفة. بن عرفة لم يكن له وجود عند الناس، لم تتقرب نهائيا وهاجرت المساجد الصلاة حتى لا تصلي تحت اسم بن عرفة. وعندما قام الشهيد علال بن عبد الله بأعماله الجريئة طبعا كانت لنا مثالا في التضحية والفداء. 7 نوفمبر 1953. عملية جريئة فاجأت المستعمر، القطار الرابط بين الدار البيضاء ووهران يتم تفجيره. كانت يعني عملية جريئة اللي خطط لها أعضاء المقاومة والفداء واللي غادة تضرب مصالح ديال المستعمر. 24 دجنبر من سنة 54 900
المقاومة المغربية تفجر السوق المركزي بالدار البيضاء. تعملت في تاريخ 24 ديسمبر على أساس أن هذاك عيد وموال اللي تنقولوا احنا دائما 24 ديسمبر باش تكون عندها وقع آخر، لأن الوقع اللي كانوا عملوا الفرنسيين والنافذ ديال محمد خمس كان مناسبة ديال عيد الأضحى. فكانت هذه العملية عن طريق المقاوم بن موسى واللي تشرف عليها دائما الشهيد زرقطوني. تصاعدت وتيرة الجهاد وصاحبتها مظاهرات عارمة وانتفاضات متوالية. كانت هناك منظمات متعددة ومن بينها ومن جملتها اليد السوداء التي كنا نحن منها، التي زودتنا بالقنبلة وبحتى المسدسات التي شاركنا بها. ولأن المستعمر لا يتقن سوى لغة الحديد والنار، فقد توالت الحملات القمعية والمضايقات والملاحقات لثني المقاومة عن مواصلة عملياتها وتطويع إرادة الشعب. سقط المئات بين شهيد وجريح. تصاعدت العمليات المسلحة والعمليات الفدائية التي كانت تقوم بها الخلايا السرية المغربية. بالنسبة للسلاح كيفاش كانت يجي؟ تقريبا عن طريق واحد البرنامج في إذاعة طنجة اللي هو كان رغبة المستمعين، وكانت واحد الأغنية اللي كانت يشير لها دابا، هادشي كان بالاتفاق تيشير لها السي شتوكي وقت اللي تيبغي يسافر وتيكون موجود السلاح عنده في السيارة، تيدير رغبة تيطلب واحد الأغنية اللي هي بكرة السفر. فهنا دائما تيكون اللي تيكون في الدار البيضاء هي الأخت أمينة السعيدي اللي كانت دائما اللي كان عطيها لهذه المهمة هو الشهيد الأب ديالي محمد زرقطوني. فهذيك الأغنية ملي تجي غالبا تتخسر الجواب ديالها هو واحد الأغنية تطلبها حتى هي عن طريق هذاك البرنامج اللي رغبة المستمعين، وهي سفير مع السلامة، معناها يسافر. هذيك الفترة ملي تيسمعها السي شتوكي تيسافر لاخر تيمشي. بعيد عن الوطن، قريب من همومه وانتفاضته وتضحيات المغاربة، تابع أبو الأمة جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس ورفيقه في درب التحرير جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني تطورات الأحداث أولا بأول. السلطان الشرعي سيد محمد بن يوسف كان طيلة إقامته في المنفى سواء في جزيرة كورسيكا أو في جزيرة مدغشقر يتتبع عن قرب وعن كتب ما تقوم به المقاومة ورجال الحركة الوطنية، زعماء الحركة الوطنية، وهم كثيرون اللي كانوا كي يتنقلوا لمدغشقر وكيستشروا مع جلالة السلطان في الدخول في مفاوضات من أجل يعني حل ما كان يسمى بالأزمة المغربية. اشتد الخناق على المستعمر ولم يجد بدا من الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات. المكان منتجع إكس ليبان. عقد مؤتمر إكس ليبان في الفترة الممتدة من 22 غشت 1955 إلى 28 من نفس الشهر في منتجع إكس ليبان الشهير بفرنسا. بموجبها يكون إعلان على الاستقلال ديال المغرب والعودة ديال بعد العودة ديال السلطان الشرعي. الأمران كان متلازمان، العودة ديال الشرعية والمشروعية التاريخية وتأكيد الاستقلال ديال المغرب. ردخ المستعمر، انتصر الحق، وأعلنها جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس من فرنسا. وسنعود إليك أيها الشعب النبيل
إن شاء الله، ونحن على ما تعهد منا من إيمان قوي وثبات على المبدأ وسهر على مصالح الأمة وعمل على ما فيه خيرها وسعادتها. عدت يا خير إمامي بالأماني العظام، عدت يا خير إمامي. وعاد الملك الشرعي مظفرا إلى بلده يحمل بشرى الاستقلال، ويعلن عن انطلاق معركة الجهاد الأكبر لبناء مغرب المستقبل. وتلكم حكاية أخرى من حكايا مجد عنوانه المملكة المغربية. حكايتنا هي البناء من أصلنا وفرعنا، فداء لملكنا من لحمنا ودمنا، يا عزنا وفخرنا يا رمز كل مجدنا، نحن لك وانت لنا، ذلت منك أعداؤنا وحررت أجواءنا وبرنا وبحرنا.